بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فلا خوف على المؤمن ولا حزن إن ثبت على الإيمان على ما يحبه الله منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لو بدرت منه بعض المعاصي لكنه يعود ويتوب، يتطهر، يرجع. فما دام على جادة الإيمان يعظم ربه، يؤمن به، يؤمن بوعده ووعيده، يعبده وحده، إذا أذنب تاب، ولا يتعمد مخالفة تعظيم الله جل شأنه، لكنه تزل به القدم لجهالة، لغفلة، لضغط عليه من الشهوة، لكنه يرجع بمنزلة الذي يغفو ثم يصحو، يغطى عليه ثم يفيق، فيعود مسرعا أجود ما كان. إذا لا خوف على المؤمن ولا حزن، لأن الله جل شأنه نفى الخوف والحزن عن المؤمن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والله جل شأنه يحب المؤمنين ويبغض أعداءه من الكفرة والفجرة المعرضين المتكبرين. فاستشعارك أيها المؤمن بهذا المعنى، أن المؤمن حبيب إلى الله، وأنه يقبل توبته، وأنه يتولاه إذا ثبت على الإيمان وعلى ما يقتضيه إيمانه بربه، إذا استشعر ذلك نشط واطمأن وثبت. ومما يمكن أن نتذاكر حوله أيها الإخوة، ونحن في خضم فتن وبلاءات ومصائب، وهكذا أخبرنا الله، لأن المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الله أخبرنا عن حالهم تجاه هذه الأمور: المصائب، الفتن، البلاءات، تسلط الأعداء. فإنهم يقولون: هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والله جل شأنه فيما قرأنا في القرآن وآمنا به قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن يحمد ربه على الإيمان، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر الله، فهو لا يزال في عبوديته لله، يتودد بين يدي الله، يقول: يا رب، آمنت بك، صبرني، آجرني، اخلف لي خيرا منها، أنا عبدك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فتكون عليه بإذن الله ثباتا وطمأنينة وسكينة، ويخلفه الله جل شأنه خيرا. أيها المؤمنون، نؤمن بقضاء الله وقدره، نؤمن بالقدر كله من الله جل شأنه، خيره وشره. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن عبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لماذا؟ لأن هذا في كتاب الله جل شأنه، علم ما سيكون، لأنه هو الذي يدبر سبحانه وتعالى، بيده الأمر، لا معقب لحكمه ولا مكره له سبحانه وتعالى.
واقتضت حكمته أن يكتب المقادير. الله يعلم، ما يحتاج إلى كتابة، لكن يجعل هذا من وظيفة الملائكة ويأمرهم بتنفيذ ما أراده وإنفاذ ما أراده سبحانه وتعالى، وهو مستغن عن ذلك كله، لكن هذا متعلق بإنفاذ وعده ومتعلق بالخلق. وأخبرنا عن هذا فآمنا به. يقول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب المقادير، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني الأمر مفروغ منه، والله جل شأنه قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني كل شيء مقدر، كل شيء سواء كان شيئا عظيما أم حقيرا في أعيننا فهو بقدر. لكن أيها الإخوة، هل يمكن أن يقع أمر بغير إرادة الله؟ لا والله، كلا، لا يقع شيء أبدا إلا بإرادة الله. طيب ما هذه البلاءات التي نراها للمؤمنين وعلى المؤمنين، والفتن وهذه المصائب، لماذا؟ هذه داخلة في حكمته سبحانه وتعالى، الابتلاء العام، وله أنواع يبتلي. الدنيا أصلا ما جعلت، ما جعلها الله جل شأنه إلا دارا للابتلاء، الامتحان، فاقتضت حكمته أن يمتحن الناس بالمصائب، بالمكاره، بالبلاء، بالفتن، ويمتحنهم أيضا بالسراء والنعم، كل هذا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يعني المعاد، هذه دار مؤقتة للامتحان. ويعني من أشكل عندها الأمر من بعض الفرق التي لم تعرف النصوص وتجمع النصوص الشرعية في مسألة القدر، قالوا: وهل يمكن أن يقع في الكون شيء لا يحبه الله؟ نعم، الجواب نعم، لكن تحت إرادته، بإرادته هو، إذن لحكمته سبحانه وتعالى، بحكمة الله جل شأنه يجري الأحداث لحكمة، ليست عبثا، تعالى الله عن ذلك. فقد يجري الألم على عبده المؤمن وهو يكره مساءته كما ورد في الحديث، لكن حتى يكون هذا المؤمن إن ثبت يكون هذا البلاء خيرا له ورافعا له ومطهرا له. وأما غير المؤمن أو الذي جاف الإيمان والعياذ بالله، فيكون امتحن فلم يثبت في الامتحان، ولله في خلقه حكم سبحانه وتعالى. إذن نعم، يمكن أن يقع في القضايا الكونية المجردة، مجردة من الأمر والنهي الشرعي، الأحداث ممكن أن يكون فيها شيء يحبه الله، وممكن أن يكون فيها شيء، منها شيء لا يحبه الله، فيها هذين النوع، هذان النوعان، لكن بأمره، بإرادته، بحكمته سبحانه، لحكمته سبحانه وتعالى. أما الأمر الشرعي، التقدير الشرعي، الأمر والنهي، الشريعة، فهذا لا يكون إلا فيما يحبه سبحانه وتعالى، لا يكون إلا فيما يحبه سبحانه وتعالى. ومن هذا نعلم ونزداد يقينا أن ما يقع من بلاء وفتنة إنما هو امتحان تحت إرادته سبحانه وتعالى. فإذا عرف هذا المؤمن اطمأن وثبت، وكان أقدر على الصبر ومجاوزة هذا البلاء بنجاح بإذن الله وفلح. وأما الذي يستعجل ويتبرم ويتسخط، فهذا الذي فشل في الامتحان، عافانا الله وإياكم، ونسأل الله أن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونسأله جل في علاه أن يتولانا. إذن أيها الإخوة، الإيمان بالقدر وأنه من عند الله جل شأنه وأن الأمر مفروغ منه يطمئن المؤمن. ابتلي بفقد حبيب، ابتلي بمصيبة من المصائب، يطمئن، من الأمر من الله، فنحمد الله أن الأمر بيد الله والله اختاره، فيرضى، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيؤجر على هذا. اللهم اجعلنا ممن آمن بك وثبت على الإيمان، اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ثبتهم عند السؤال، اللهم نور قبورهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اجبر مصاب المصابين، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين. الله